وافي بشاير. شو كل شيء تمام؟ بشاير صار لازم انه بيهود ترجع لبيت جوزة بأسرع وقت ممكن. نحن منكون أهلها، واجبنا كمان انه ما نكون متساهلين بهالموضوع أكثر من هيك. ماشي، أنا رح أحكي مع بيهود بكرة الصبح. هلأ بدي أخذ السكر على المطبخ. دقيقة. تفضل. يسلموا. بكفي ستي، أنا شبعت. لا ما بيصير هيك بنتي، أنتي عم تتعبي بالشغل كتير هون، وبعدين أنتي كمان ما أكلتي ولا شي من الصبح، وهلأ من دون اعتراض بتخلصي اللي بصحنك، مفهوم؟ كل الصحن، ماشي؟ ألو؟ إيه؟ لا لا، الماكيارة والكوافيرة رح يوصلوا على الساعة 4، والعرضات كمان على الساعة 4:30. إيه وصحيح، جيب خياط زيادة، يعني ممكن إنه نحتاج منه شيء على الطريق، ماشي؟ نجاح بنت كتير منيح، بكرة بدها تروح بعد العرض، بس نحن ما رح نقدر نمنعها. طيب ليش هيك؟ أنا رح أكتب إلك وللباقي كل الشغلات الضرورية، وهيك ما بيصير معنا أي خطأ، ماشي؟ بتحبي أقدم لك حلوة لحد أنسى نجاح؟ بكرة رح يكون آخر يوم، مع السلامة للأبد، رح أشتاق لك. ألو، سونال ديزاي، بتمنى يكون كل شي جاهز لبكرة. وتذكر شغلي، بكرة يوم مهم ومصيري ونهائي لإلنا كمان، عم تفهم؟ صار لازم انه بيهود ترجع لبيت جوزة بأسرع وقت ممكن. نحن منكون أهلها، واجبنا كمان انه ما نكون متساهلين بهالموضوع أكثر من هيك. سلفتيه؟